الشعراء اليوم إن شاء الله بكلمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ بدرسنا هذا الصباح بعون الله وتوفيقه. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين، أما بعد، أحسن الله إليكم. في الآية السابقة وما كان لنبي أن يغل، ذكر ابن الجوزي أقوال أخرى للمفسرين وفيها قراءة أخرى وما كان لنبي أن يغل. يغل تكلم على معناه. أحسن الله إليكم. قال ابن الجوزي في زاد المسير: واختلف القراء في يغل، فقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو بفتح الياء وضم الغين، ومعناها يخون، وفي هذه الخيانة قولان: أحدهما خيانة المال على قول الأكثرين، والثاني خيانة الوحي على قول نعم أحسن الله. أحدهما خيانة المال على قول الأكثرين، والثاني خيانة الوحي على قول القرظي وابن إسحاق. وقرأ الباقون بضم الياء وفتح الغين، ولها وجهان:
أحدهما أن يكون المعنى يخان، ويجوز أن يكون يلفى خائنا، يقال أغللت فلانا أي وجدته غالا، كما يقال أحمقته وجدته أحمق، وأحمدته وجدته محمودا، قاله الحسن وابن قتيبة. والثاني يخون، قاله الفراء وأجازه الزجاج، ورده ابن قتيبة فقال لو أراد يخون لقال يغلل، كما يقال يفسق ويخون ويفجر. طيب هذه قراءة كان أن يغل أو أن يغل، أن يغل هو يعني يخون، أو يغل أن يخان، على أحد المعنيين. نعم أحسن الله عليكم. يقول خيانة في المال أو خيانة في الوحي. نعم. قال الله تعالى أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. أفمن اتبع رضوان الله فعمل بطاعة الله واستقام على دين الله وأخلص العبادة لله، كمن باء بسخط من الله أي كمن حل عليه سخط الله واستحق سخطه بسبب كفره وعناده وفسقه ومخالفته لأمر الله وعصيانه له. ومأواه جهنم أي مصيره. وما كان بين أن يقول شهد في التفسير صلى الله عليه وسلم. بيّن الله تعالى أنه لا يمكن أن يحصل الغلول من الأنبياء، فقال وما كان للنبي أن يغل لأن الغلول خيانة والأنبياء منزهون عن الخيانة، والغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل أن تقسم، ومثله الأخذ من بيت المال أو من الصدقات التي تجمع أو من الأوقاف فيخفيها فيأخذها من غير حق، والغلول من الكبائر، ولهذا توعد الله الغال فقال ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ويعذب به. ثم توفى كل نفس ما كسبت أي تجازى عن عملها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وهم لا يظلمون أي لا ينقص شيء من ثواب أعمالهم، ولا يحمل عليهم شيء من سيئات غيرهم، والله تعالى حكم عدل. وهذا الظلم الذي نفاه الله في هذه الآية وفي قوله تعالى لا ظلم اليوم وقوله فلا يخاف ظلما ولا هضما، هو الظلم الذي حرمه على نفسه، كما ثبت في حديث أبي ذر القدسي عند مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله من فوائد الآية أنه لا يجوز لأتباع النبي الغلول صلى الله عليه وسلم، وما كان لنبي أن يغل إذن فأتباعه ليس لهم أن يغلوا، ولهذا كان الغلول من كبائر الذنوب، حتى إن العلماء يقولون إن الغال يحرق رحله إلا المصحف وما فيه روح والسلاح، وتحريق الرحل من أجل التنكيل به، وإلا فمن الممكن أن يقول القائل لماذا تحرقون رحله، لماذا لا تضعونه في بيت المال ينتفع المسلمون منه، لكن نقول إن إحراقه خير من إدخاله لبيت المال لأجل التنكيل به ليكون ردعا له ولغيره أن يعود إلى الغلول. لا شك أول لا شك لكن النبي لا يغل فأتبعه لا يغلون لأنهم يعني كبائر الذنوب، والكبائر نهى الله عنها، وهذا الغلول نهى عنه بخصوصه. نعم أحسن الله عليكم. أفمن اتبع رضوان الله فعمل بطاعة الله واستقام على دين الله وأخلص العبادة لله كمن باء بسخط من الله أي كمن حل عليه سخط الله واستحق سخطه بسبب كفره وعناده وفسقه ومخالفته لأمر الله وعصيانه له. ومأواه جهنم أي مصيره جهنم يوم القيامة، وبئس المصير أي بئس المرجع وبئس المستقر، والمعنى هل يستوي من اتبع رضوان الله ومن حل عليه سخط الله، لا يستويان،
فمن اتبع رضوان الله له الثواب العظيم والدرجات العالية في الجنة، وأما من حل عليه السخط بكفره وعناده وفسقه فمأواه جهنم وبئس المصير. نعم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذه الآية إثبات أن الرضا صفة من صفات الله لقوله رضوان الله، ومن قاعدة أهل السنة والجماعة أن كل وصف وصف الله به نفسه فإنه يجب علينا أن نؤمن به ونصف الله به، فنقول إن لله رضوانا وأنه يرضى، والرضا صفة فعل لأن الرضا له سبب، وكل صفة من صفات الله لها سبب فإنها من الصفات الفعلية. إيه، وكذلك صفة السخط يعني فيها إثبات صفة الرضوان وصفة السخط. أبا من اتبع رضوان كمن باء بسخط من الله. ما نبه على الشيخ السخط في إثبات الآية فيها إثبات صفة الرضا لله، صفة الرضا لله عز وجل، وإثبات السخط على ما يليق بجلال الله وعظمته. ومن أثر صفة الرضا، رضا وصف قائم بالله عز وجل، وكذلك السخط، وكذا الصفات أصافه قائمة بالربي عز وجل. ومن آثاره، من آثار صفة الرضا أن الله يرضى عن المؤمنين، ومن آثار السخط أن الله يسخط على الكفار والعصاة. ففي إثبات صفة الرضا وإثبات صفة السخط لله عز وجل على ما يليق بجلال الله وعظمته. نعم، أحسن الله إليكم. ما في إضافة هنا في الآية؟ ما في تنبيه عليها؟ على صفة الرضا؟ نعم. ما ذكر هنا أحسن الله؟ نعم، إضافة في الآية إثبات صفة الرضا في الآيتين، أو في الآية إثبات صفة الرضا وإثبات صفة السخط لله عز وجل على ما يليق بجلال الله وعظمته. أحسن الله عليكم. نعم. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. هم درجات عند الله أي هم درجات عند الله يتفاوتون في النعيم حسب الأعمال. والجنة درجات، كل درجة عليا أعظم نعيما من الدرجة التي تحتها، وأعلى الجنة الفردوس. والله بصير بما يعملون أي بصير بأعمالهم ونياتهم وأفعالهم وأقوالهم. وسقف عرش الرحمن وعلى الجنة الفردوس، وسقف يعني فوق عرش الرحمن. نعم، أحسن الله عليك. وأعلى الجنة الفردوس وسقفها عرش الرحمن. والله نعم. والله بصير بما يعملون أي بصير بأعمالهم ونياتهم وأفعالهم وأقوالهم، وهو سبحانه سيحاسبهم ويجازيهم. لا قد يقال درجات خاصة بالمؤمنين، درجات في الجنة وما النار فهي دركات، نسأل الله السلامة والعافية. كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي أعلى منها. فيك تنبيه المفسرين فسروا عليها، تنبيه الدرجات والدركات. أحسن الله إليكم. أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن البصري في قوله هم درجات قال للناس درجات بأعمالهم في الخير والشر. نعم. وكذلك أهل النار درجات. نعم. القرطبي في تفسيره قال هم درجات أي ذوو درجات أو على درجات أو في درجات أو لهم درجات، وأهل النار أيضا ذوو درجات. لكن تسمى دركات أهل النار دركات. للمنافقين في الدرك الأسفل. نعم، دركات. كلام الحافظ ابن كثير قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق يعني أهل الخير وأهل الشر درجات. وقال أبو عبيدة والكسائي منازل يعني متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة ودركاتهم في النار. قال إيش؟ وقال أبو عبيدة والكسائي منازل يعني متفاوتون في منازلهم ودرجاتهم في الجنة
ودركاتهم في النار، كما قال تعالى: ولكل درجات مما عملوا. نعم. إذا انتهى الآية شاملة للمؤمنين وغيرهم، لهم درجات عند ربهم. هذه الآية جاءت بعد قوله تعالى: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. فمن اتبع رضوان الله فهم درجات، ومن اتبع سخط الله فهم دركات. إذن لهم درجات في الخير والشر، يعني لهم درجات، يعني منازل في الخير والشر. فالمؤمنون لهم درجات وغيرهم لهم دركات. عندك ليش؟ لهم درجات. أحسن الله عليكم. أي منازل كما قال، لهم درجات أي منازل متفاوتة. لهم درجات أي منازل في الخير والشر. هم متفاوتون فيها. فالمؤمنون درجات والكفار دركات. نعم. أحسن الله عليكم. هم درجات عند الله أي منازل في الخير، والشر. هم متفاوتون فيها. فالمؤمنون لهم درجات والكفار لهم دركات. فالمؤمنون لهم درجات والكفار لهم دركات. أحسن الله. الله بصير. والله بصير بما يعملون، أي بصير بأعمالهم ونياتهم وأفعالهم وأقوالهم، وهو سبحانه سيحاسبهم ويجازيهم. ثم قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بين الله تعالى في هذه الآية منته على المؤمنين ببعثته لهم هذا النبي الكريم، اللهم صل وسلم. فيقول تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم من بني آدم، ومن العرب، يعرفون نسبه وصدقه ويفهمون عنه ويفهم عنهم ويأخذون منه ويعطيهم، ولو كان من جنس آخر ما استطاعوا ولا حصلت فائدة، وهذا من فضل الله وإحسانه. وقوله يتلو عليهم آياته، أي آيات الله التي أنزلها، ويزكيهم، أي يطهر أنفسهم من أضرار الشرك والبدع والمعاصي، ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن، والحكمة هي السنة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي قبل بعثته كانوا في الجاهلية في بعد عن الحق وفي ضلال بين لكل أحد. نعم. في كلام زيادة مفسرين. منازل حسب الأعمال. نعم. أحسن الله إليكم. قال القرطبي في تفسيره: بيّن الله تعالى عظيم منته عليهم ببعثته محمدا صلى الله عليه وسلم. والمعنى في المنة فيه أقوال، منها أن يكون معنى من أنفسهم أنه بشر مثلهم، فلما أظهر البراهين وهو بشر مثلهم علم أن ذلك من عند الله. وقيل من أنفسهم منهم، فشرفوا به فكانت تلك المنة. وقيل من أنفسهم ليعرفوا حاله ولا تخفى عليهم طريقته، وإذا كان محله فيهم هذا كانوا أحق بأن يقاتلوا عنه ولا ينهزموا دونه. وقرئ في الشواذ من أنفسهم بفتح الفاء، يعني من أشرفهم. لأنه من بني هاشم، وبنو هاشم أفضل قريش، وقريش أفضل العرب، والعرب أفضل من غيرهم. تحمل على أنها تفسير، يعني
الكراش هذا. الحافظ ما صار الأقوال أخرى. طيب أعد قل من الله أعلم. أحسن الله عليكم. يبين الله تعالى في هذه الآية منته على المؤمنين ببعثته لهم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، فيقول تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم من بني آدم ومن العرب، يعرفون نسبه وصدقه ويفهمون عنه ويفهم عنهم ويأخذون منه ويعطيهم، ولو كان من جنس آخر ما استطاعوا ولا حصلت فائدة، وهذا من فضل الله وإحسانه. وقوله يتلو عليهم آياته، أي آيات الله التي أنزلها، ويزكيهم، أي يطهر أنفسهم من أضرار الشرك والبدع والمعاصي. ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، أي قبل بعثته كانوا في الجاهلية في بعد عن الحق وفي ضلال بين لكل أحد. نعم. أي يطهرهم حسا ومعنى. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ويزكيهم، أي يطهرهم حسا ومعنى. يطهرهم أحسن الله إليكم حسا ومعنى. أما الطهارة حسا فقد أمرهم بالوضوء عند الصلاة، وأمرهم بالغسل من الجنابة، وأمرهم بزالة النجاسة، بل حث على النظافة عموما. وأما التزكية معنى فهي أنه طهر قلوبهم من الشرك والشك والنفاق وسوء الأخلاق، وهذب أخلاقهم عليه الصلاة والسلام حتى زكت نفوسهم وأخلاقهم. نعم، لا شك الشريعة جاءت بهذا، بتزكية النفوس وتزكية الأبدان. زكية النفوس بتطهيرها من الشرك والبدع، وتطهير الأبدان يعني طهارتها من البول والغائط والنجاسات، وشرعت الوضوء والغسل، هذا فيه طهر، والمؤمن يكون طاهرا ظاهرا وباطنا. ابن كثير شيخنا يقول: أن يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. نعم، هذا من التزكية، لتزكو نفوسهم وتطهروا من الدنس والخبث الذي كانوا متلبسين به في حال شركهم وجاهليتهم. نعم، وهذا تطهير. زاد أحسن الله إليكم الماوردي في ثلاث تأويلات: أحدها أنه يشهد لهم بأنهم أزكياء في الدين، والثاني أن يدعوهم إلى ما يكونون به أزكياء، والثالث أنه يأخذ منهم الزكاة التي يطهرهم بها، وهو قول الفراء. ظاهر التزكية ظاهرا وباطنا، تطهر نفوسهم من أدران البدع والمحدثات والشرك، وتطهر أبدانهم بشرع الغسل والوضوء، وتطهيرهم من النجاسات والأوساخ. نعم. سم سم الله إليه. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم ارتقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
قلتم حفظكم الله، هذه الآيات الكريمة فيها بيان حال المسلمين يوم أحد وما جرى لهم من أعدائهم، وذلك أنه لما حصلت النكسة والهزيمة على المسلمين قال الصحابة فيما بينهم: ما هذا الذي أصابنا؟ فأنزل الله هذه الآية: أولما أصابتكم مصيبة، وهي تسليط العدو عليكم حتى قتلوا 70 منكم وجرحوا من جرحوا، قد أصبتم مثليها، أي في بدر قبل سنة، فهم قتلوا منكم 70 وأنتم يوم بدر قتلتم منهم 70 وأسرتم 70. نعم. قلتم أنى هذا، أي من أين جاءنا هذا؟ فقال الله لهم: قل هو من عند أنفسكم، أي بسبب معصيتكم، أي معصية الرماة للنبي صلى الله عليه وسلم، فسلط عليهم الأعداء. وإذا كان الصحابة وهم خير الناس ومعهم نبيهم أفضل الناس يقال لهم: قل هو من عند أنفسكم، فكيف بغيرهم؟ غيرهم من باب أولى. ثم قال تعالى مسليا لهم مما أصابهم يوم أحد ومبينا الحكمة من ذلك. وسبق يعني لبس الآيات في ما حصل في غزوة أحد، وأن الله قال: حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، بينا من أسباب النكسة والهزيمة عن الفشل والتنازع والمعصية. وفي هذه الآية أيضا كذلك قال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، قلتم أن هذا قولهم من عند أنفسكم، يعني ما حصل من نكسة والهزيمة وقتل منهم من الصحابة 70، قلتم أن هذا قد أصبتم مثليها مثل بدر، حيث قتلتم 70 وأسرتم 70. ثم قال: قل هو من عند أنفسكم. نعم. وإذا كان يقال للصحابة فمن بعدهم باب أولى. نعم. صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى مسليا لهم مما أصابهم يوم أحد ومبينا الحكمة من ذلك: وما أصابكم، أي من القتل والجراحات يوم التقى الجمعان، أي جمع المؤمنين وجمع الكافرين، فبإذن الله، أي فبإذن الله تعالى الكوني القدري، قدره الله تعالى لحكمة بالغة. ثم بيّن شيئا من الحكم فقال: وليعلم المؤمنين، أي ليعلم علم ظهور المؤمنين الصابرين الصادقين الذين يثبتون عند المحن والبلايا والفتن ولا يتزعزعون. ومن الحكم في الهزيمة والجراحات والقتل: وليعلم الذين نافقوا، أي ليعلم علم ظهور المنافقين ويظهر النفاق في أقوالهم وأعمالهم ومعتقداتهم فيحاسبهم ويعاقبهم عليها. فالله تعالى لا يعاقبهم بعلمه فيهم. وقوله: وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، هؤلاء هم عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين ومن معه من المنافقين حين رجع بثلث الجيش إلى المدينة، وتبعهم بعض الصحابة ينصحونهم بالرجوع ليقاتلوا في سبيل الله مع المؤمنين ويدفعوا عن أنفسهم. فكان جوابهم أن قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. اعتذروا بأنه ليس هناك قتال، وهم يعلمون أنهم قالوا هذا كذبا، وإلا فهم يعلمون أن المشركين إنما جاءوا إلى المدينة وأحاطوا بالمسلمين حنقا وغيظا، يريدون أن يأخذوا ثأرهم لما قتل أشرافهم يوم بدر. فقال تعالى عنهم: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. استدل بهذا على أن الإنسان تنقلب به الأحوال، فأحيانا يضعف إيمانه بسبب المعاصي واجتماع النفاق فيكون أقرب إلى الكفر، وأحيانا يقوى إيمانه بسبب الطاعات والأعمال الصالحة فيكون من الإيمان أقرب،
وفي هذا دليل على أن الإيمان يزيد وينقص، والرد على المرجئة القائلين بعدم زيادة الإيمان ونقصانه وأنه شيء واحد. وقوله يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، كل من الحكم تعالى من الحكم والأسرار في ما حصل على المسلمين. قال وما أصابكم يوم التقى الجمعان، يعني في أحد، جمع المؤمنين وجمع الكفار. فبإذن الله، بإذن الله الكون القدري، كقوله تعالى في السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والإذن يكون كوني، يكون كونيا قدريا ويكون شرعيا. إذن الشرعي كقوله تعالى في سورة الحشر ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، قائمة النخيل التي حرقها بعض الصحابة وأبقاها بعضهم، فالله تعالى أقر الفريقين، قال ما قطعتم من لينة من النخلة فبإذن الله الشرعي، فمن قطع فهو لأجل الإغاظة، إغاظة الكفار، ومن أبقى فإنه مال سيؤول إليه من المسلمين. قال ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، هذا إذن الشرعي. وما قوله تعالى في السهر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، هذا إذن الله الكوني. وكذلك هنا ما أصاب المسلمين من الجراحات والنكسة فهذا بإذن الله الكوني القدري، قدره الله. وبين سبحانه شيئا من الحكم هنا، وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، يعلم علم الظهور، وليعلم الذين نافقوا. هو سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، يعلم ما تخفي الصدور وعلم ما بذات الصدور، ولكن المراد هنا علم الظهور، علما يظهر به عملهم وأعمالهم وأقوالهم فيجازيهم الله عليهم بها. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله ويدفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هذا عبد الله بن أبي ومن معه من المنافقين. سيأتي إن شاء الله في سورة النساء قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. وأن الصحابة اختلفوا فيهم، فالله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين، فئة تقول نقتلهم تقول نتركهم. هنا قال تعالى وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين، بإذن الله الكون القدري، وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالى قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم الكفر يومئذ أقرب منهم الإيمان، هذا يفيد على أن الإيمان يزيد وينقص، وكذلك الكفر يزيد وينقص ويقوى ويضعف. في الرد على المرجئة، المرجئة يقول الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، والكفر شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. وهذا قول فاسد، قول باطل. الآيات والنصوص كثيرة في التي تدل على زيادة الإيمان والنقصان، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فهذه من الحكم والأسرار التي رتبها الله على في هذه الغزوة وعلى ما حصل للمؤمنين من النكسة. أولا أن هذا بقضاء الله وقدره، ولا بد من الإيمان بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى حكيم فيما يقدره على عباده، وهو حكيم فيما يشرعه لعباده، حكيم، إن ربك عليم حكيم، فهو حكيم سبحانه وتعالى فيما يقدره من خير وشر، لا
له الحكمة البالغة، كما أنه حكيم في شرعه فيما يشرعه فيما يشرعه على في كتب في على أسنة أنبيائه ورسله، الشرائع التي يتحكم الناس فيها إلى شرع الله وإلى دينه، كما أنه سبحانه يحكم بين عباده يوم القيامة فصل القضاء يقضي بينهم ويجازيهم، فهو حكيم فيما يقدره سبحانه وتعالى على عباده، وحكيم فيما يشرعه لعباده في الدنيا من العمل بالكتب المنزلة التي أنزلها على أنبيائه ورسله، وما أنزله عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، صلى الله عليه وسلم. وحكيم فيما وهو أيضا حكيم فيما يجازي به بين عباده، يجازيهم بالعدل والفضل سبحانه وتعالى، فيجازيهم بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر. نعم. صلى الله عليه وسلم. يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، أي يقولون بألسنتهم ما لا يعتقدونه بقلوبهم، فهم قالوا بألسنتهم لو نعلم قتالا لاتبعناكم، وهم يعلمون في قلوبهم أن القتال كائن ولا بد منه، والله أعلم بما يكتمون، فالله عالم بما يكتمونه في نفوسهم. ثم قال تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، هم قعدوا في المدينة، لو أطاعونا ما قتلوا، أي لو أطاعونا في عدم الخروج وجلسوا معنا في المدينة ما قتلوا. وقول المنافقين تحسر واعتراض على قضاء الله تعالى، فرد الله عليهم بقوله: قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي امنعوا عن أنفسكم الموت، فإذا كان الجلوس يمنع الإنسان من الموت فاجلسوا، والموت لا بد أن يأتي لكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فالموت مقدر، وليس الخروج إلى الجهاد هو الذي يقرب الموت، ولا الجلوس عنه يبعده. يعني المنافقين يقولون بفهم ما ليس في قلوبهم، يقول لو لا يعلموا قتالا لاتبعناكم، وهم يعلمون أن القتال حاصل، بل يمكن بسبب القتال معرفتهم القتال وسبب الرجوع. فلذلك قال: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. هم يقولون لو نعمل القتال لاتبعناكم، وهم يعلمون في قلوبهم أن القتال حاصل، وأن مجيء وأنه التقى الصفان ومجيء هؤلاء وهؤلاء إنما جاءوا للقتال. لو نعلم القتال لاتبعناكم، هم الكفر يومئذ أقرب منه الإيمان، في دعاء الإيمان يتفاوت، وكذلك الكفر يتفاوت. نعم. والله أعلم بما يكتمون، الله تعالى فيه إن الله تعالى عالم بما يكتمون في نفوسهم، فالله تعالى يعلم ما تخفي الأنفس، هو عليم بذات الصدور، لا يخفى عليه خافية، هو يعلم سبحانه وتعالى ما كان في الماضي، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان فيكون، يعلم ما كان في الماضي، ويعلم ما كان في الحاضر، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون سبحانه وتعالى. أخبر الله تعالى عن الكفار أنهم قال: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. هذا العلم فيه بما لم يكن لو كان كيف يكون. وفي قوله تعالى: الذي تخلفوا في غزوة في غزوة تبوك لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم
ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. هذا من إخبار الله تعالى ما لم يكن لو كان كيف يكون. فالله عليم بما يكتمونه في صدورهم وأنه مخالف لما قالوه بألسنتهم. نعم. وشيخنا التعبير بهم هم يومئذ للكفر الذين قالوا يخلوا ما قدروا وطلعوا هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. نعم. هم ألم يكونوا كفارا من أول جان؟ يتفاوتون هم يتفاوتون منهم من نعم يكون معه إيمان ويذهب ويزول ويبقى إلا قليل يذهب يزول وقد يأتي وقد يحصل. فهم أيضا كذلك متفاوتون متفاوتون في النفاق. ولذلك تعالى ضرب الله لهم المثل المائي والمثل الناري. فالمثل المائي فيه أنه زال عنهم الإيمان بالكلية، والمثل الناري فيه أن قد يحصل لهم شيء من الإيمان ثم يزول. كذلك هم الكفر يومئذ أقرهم الإيمان. وش قال أتكلم على الحافظ؟ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان قال رحمه الله: وقوله هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يبين أنهم لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم، بل إما أن يتساويا وإما أن يكونوا للإيمان أقرب. وكذلك كان، فإن ابن أبي لما انخزل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد انخزل معه ثلث الناس، قيل كانوا نحو 300، وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين، لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن، إذ لم يكن لهم داع إلى النفاق، فإن ابن أبي كان مظهرا لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، وكان كل يوم جمعة يقوم خطيبا في المسجد يأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ما في قلبه يظهر إلا لقليل من الناس إن ظهر. إيش أول ما قرأت؟ وقوله تعالى هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يبين أنهم لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم، بل إما أن يتساويا وإما أن يكونوا للإيمان أقرب. وكذلك كان، فإن ابن أبي لما انخزل عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد انخزل معه ثلث الناس، قيل كانوا نحو 300، وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن، إذ لم يكن لهم داع إلى النفاق، فإن ابن أبي كان مظهرا لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به، وكان كل يوم جمعة يقوم خطيبا في المسجد يأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ما في قلبه يظهر إلا لقليل من الناس إن ظهر. ولم يكن ما في قلبه يظهر إلا لقليل من الناس إن ظهر. وكان معظما في قومه، كانوا قد عزموا على أن يتوجوه ويجعلوه مثل الملك عليهم، فلما جاءت النبوة بطل ذلك فحمله الحسد على النفاق، وإلا فلم يكن له قبل ذلك دين يدعو إليه، وإنما كان هذا في اليهود. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدينه وقد أظهر الله حسنه ونوره مالت إليه القلوب، لا سيما لما نصره الله يوم بدر ونصره على يهود بني قينقاع، صار معه الدين والدنيا، فكان المقتضي للإيمان في عامة الأنصار قائما، وكان كثير منهم يعظم ابن أبي تعظيما كثيرا ويواليه، ولم يكن ابن أبي أظهر مخالفة توجب الامتياز. فلما انخزل يوم أحد وقال يدع رأيي ورأيه ويأخذ برأي الصبيان، أو كما قال انخزل معه خلق كثير منهم من لم ينافق قبل ذلك. وفي الجملة ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هنا، فأولئك كانوا مسلمين وكان وفي الجملة ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هنا، فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل،
فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليه. هذا مثل النار، مثل كل استوقد نار. وفي الجملة أحسن الله عليكم، وفي الجملة ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هنا، فأولئك كانوا مسلمين وكان معهم إيمان هو الضوء الذي ضرب الله به المثل، فلو ماتوا قبل المحنة والنفاق ماتوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليه، ولم يكونوا من المؤمنين حقا الذين امتحنوا فثبتوا على الإيمان، ولا من المنافقين حقا الذين ارتدوا عن الإيمان بالمحنة. وهذا حال كثير من المسلمين في زماننا أو أكثرهم، إذا ابتلوا بالمحن التي يتضعضع فيها أهل الإيمان ينقص إيمانهم كثيرا وينافق أكثرهم أو كثير منهم، ومنهم من يظهر الردة إذا كان العدو غالبا. وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. هذا سمى الشيخ رحمه الله في القرن السابع الهجري. نعم. وإذا كانت العافية أو كان المسلمون، وقد رأينا إيش؟ حسن الله عليكم قبل. وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه عبرة. وإذا كانت العافية أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسول باطنا وظاهرا، لكن إيمانا لا يثبت على المحنة. إيش؟ وإذا كان، وإذا كانت العافية أو لا. كان أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم لا. كانوا مسلمين وهم مؤمنون بالرسول باطنا وظاهرا، لكن إيمانا لا يثبت على المحنة. ولهذا يكثر في هؤلاء ترك الفرائض وانتهاك المحارم. وهؤلاء من الذين قالوا آمنا فقيل لهم قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، أي الإيمان المطلق الذي أهله هم المؤمنون حقا، فإن هذا هو الإيمان الذي فإن هذا هو الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فلم يحصل لهم ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب، والريب يكون في علم القلب وفي عمل القلب، بخلاف الشك فإنه لا يكون إلا في العلم. ولهذا لا يوصف باليقين إلا من اطمأن قلبه علما وعملا، وإلا فإذا كان عالما بالحق ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعا عظيما لم يكن صاحب يقين. وإلا إذا كان وإلا فإذا كان عالما بالحق ولكن المصيبة أو الخوف أورثه جزعا عظيما لم يكن صاحب يقين. قال تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وكثيرا ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق ثم يتوب الله عليه، وقد يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق ويدفعه الله عنه. والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، كما قالت الصحابة يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لئن يخر من السماء من الأرض أحب إليه من أن يتكلم به. ما لئن يخر أو يخر ها؟ أحسن الله عليكم. ما لئن يخر، عندي مكتوبة لئن لعلها لأن يخر. وإيش والمؤمن يبتلى إيش؟ والمؤمن يبتلى بوساوس الشيطان وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدره، كما قالت الصحابة يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما لئن يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم به، فقال ذاك صريح الإيمان. وفي رواية ما يتعاظم أن يتكلم به، قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، أي حصول هذا الوسواس مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب هو من صريح الإيمان، كالمجاهد الذي جاءه العدو فدافعه حتى غلبه، فهذا أعظم الجهاد، والصريح الخالص كاللبن الصريح. يعني دفع الوسوسة وكتمها وصريح الإيمان، وليس من الوسوسة كتمها ودفعها واستعظام التكلم بها. نعم. وإنما صار صريحا لما كرهوا تلك الوساوس الشيطانية ودفعوها، فخلص الإيمان فصار صريحا. نعم. كرهها بقلبه ودفعها ولم يتكلم بها. نعم.
ولا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس، فمن الناس من يجيبها فيصير كافرا أو منافقا، ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها إلا إذا طلب الدين، فإما أن يصير مؤمنا وإما أن يصير منافقا. ولهذا يعرض للناس من الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم إذا لم يصلوا، لأن الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به، فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم، ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعرض للعامة. ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم، لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاجه، بل هو مقبل على هواه في غفلة عن ذكر ربه، وهذا مطلوب الشيطان، بخلاف المتوجهين إلى ربهم بالعلم والعبادة، فإنه عدوهم يطلب صدهم عن الله. قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هذا في المجموع؟ نعم، في المجلد السابع في كتاب الإيمان. كتاب الإيمان الكبير. كتاب العظيم رحمه الله. صلى الله عليكم. قال القاسمي رحمه الله: قال الشيخ تقي الدين: كان الصحابة والسلف يقولون إنه يكون في العبد إيمان ونفاق، وهذا يدل عليه قوله عز وجل: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. وهذا كثير في كلام السلف، يبينون أن القلب يكون فيه إيمان ونفاق، والكتاب والسنة يدل على ذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل قليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق، فهذا يعذب في النار على قدر ما معه، ثم يخرج إلى أن قال: وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان، وشعبة من شعب الكفر، وشعبة من شعب النفاق. نعم، وفي هذه المعاصي وليس المراد النفاق الأكبر. قال أحسن باقي قليل: وقد يكون مسلما وفيه كفر دون كفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية، كما قال الصحابة. إيش؟ وقد يكون مسلما وفيه كفر دون كفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية، كما قال الصحابة ابن عباس وغيره: كفر دون كفر. وهذا الذي لا ينقل، الذي ينقل عن الإسلام بالكلية، الذي لا ينقل. إيش؟ كما أن الإنسان إيش؟ وقد يكون مسلما وفيه كفر دون كفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية. دون الكفر الذي ينقل، دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام. نعم، هذا من مجموع فتاوى. دون الكفر الذي ينقل، الكفر الذي ينقل عن الإسلام لا يجتمع مع الإيمان، وإنما يجتمع مع الإيمان الذي كفر دون الكفر. قوله تعالى: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم لقاب بعض. وقلت ثلاثة من الناس هما بهم كفر: الطائر في النسب، والنياحة على الميت. هذا كفر دون كفر، هذا من شعب الكفر الذي لا يخرج من الملة. القرطبي شيخنا يقول: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أي بيّنوا حالهم وهتكوا أستارهم وكشفوا عن نفاقهم لمن كان يظن أنهم مسلمون. أي بيّنوا حالهم وهتكوا أستارهم وكشفوا عن نفاقهم لمن كان يظن أنهم مسلمون، فصاروا أقرب إلى الكفر في ظاهر الحال وإن كانوا كافرين على التحقيق. هذا كلام شيخ الإسلام في تفصيل أكثر. نعم، كانوا يرون بعضهم لم يكن أتباعهم، يقول ليس عنده نفاق أتباع عبد الله بن أبي، ما كان عنده نفاق من بعض.
أحسن الله عليكم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو طاعونا ما قتلوا قل فدروا عن أنفسكم وإن كنتم صادقين. أي نعم. هل قرأناها شيء؟ إيه. عاد. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا أي هم قعدوا في المدينة لو أطاعونا ما قتلوا أي لو أطاعونا في عدم الخروج وجلسوا معنا في المدينة ما قتلوا. وقول المنافقين تحسر واعتراض على قضاء الله تعالى فرد الله عليهم بقوله قل فدرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين أي يمنعوا عن أنفسكم الموت، فإن كان الجلوس يمنع الإنسان من الموت فاجلسوا، والموت لا بد أن يأتي لكم ولو كنتم في بروج مشيدة، فالموت مقدر وليس الخروج إلى الجهاد هو الذي يقرب الموت ولا الجلوس عنه يبعده. نعم. أحسن الله إليكم. قبل هذا أحسن الله إليكم قال القاسم رحمه الله في قوله تعالى قل هو من عند أنفسكم أي مما اقترفته أنفسكم من مخالفة الأمر بترك المركز، فإن الوعد كان مشروطا بالثبات والمطاوعة. قال ابن القيم رحمه الله وذكر سبحانه هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك في السورة المكية فقال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالحسنة والسيئة ها هنا النعمة والمصيبة، فالنعمة من الله من بها عليك، والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك، فالأول فضله والثاني عدله والعبد يتقلب فالأول فضله والثاني عدله والعبد يتقلب بين فضله وعدله. إيش؟ فالحسنة والسيئة ها هنا النعمة والمصيبة، فالنعمة من الله من بها عليك، والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك، فالأول فضله والثاني عدله والعبد يتقلب بين فضله وعدله. جاري عليه فضله ماض فيه حكمه عدل فيه قضاؤه. وختم الآية الأولى بقوله إن الله على كل شيء قدير بعد قوله قل هو من عند أنفسكم إعلاما لهم بعموم قدرته مع عدله وأنه عادل قادر، وفي ذلك إثبات القدر والسبب، فذكر السبب وأضافه إلى نفوسهم، وذكر عموم القدرة وأضافها إلى نفسه، فالأول ينفي الجبر والثاني ينفي القول بإبطال القدر، فهو شاكل قوله لمن شاء منكم أن يستقيم. فهو شاكل قوله لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفي ذكر قدرتها هنا نكتة لطيفة، وهي أن هذا الأمر بيده وتحت قدرته، وأنه هو الذي لو شاء لصرفه عنكم، فلا تطلبوا كشف أمثاله من غيره ولا تتكلوا على سواه. وكشف هذا المعنى وأوضحه كل الإيضاح بقوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين. أحسن الله عليك. يعني قال ينفي الجبر، الجبر هو القول بأن العبد مجبور كما تقول جبرية، وكذلك القدرية النفاة ينفون القدر يقولون لا قدر، وأن الأمر أنف القدرية الأولى يقول إن الأمر مستأنف وجديد لا أعلم به حتى يقعها الطائفة الأولى انتهت وبقت الطائفة الثانية الذين الطائفة الأولى لا يؤمنون بالعلم والكتاب، الطائفة الثانية يؤمنون بالعلم والكتاب ولكن ينازعون في المشيئة والخلق، يقولون العبد يخلق فعل نفسه استقلالا. نعم. أحسن الله عليكم. قال الله تعالى ما شاء المعاصي ولا قدرها ولا خلقها. نعم. ففي الآيات فيه نفي الجبر الذي يقول جبرية ونفي وإثبات القدر الذي تنفيه قدرية النفاة وهو معتزلة. نعم.
قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قلتم أحسن الله إليكم. يبين الله تعالى في هذه الآية الكريمة مكانة الشهداء وفضلهم عنده، فيقول تعالى: ولا تحسبن، أي ولا تظنن، والخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولأمته الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. فالشهيد هو الذي يقتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لا فخرا ورياء وحمية. والشهداء إن كانوا أمواتا في أحكام الدنيا إلا أنهم أحياء حياة برزخية، ولهذا قال: بل أحياء عند ربهم يرزقون. فأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة، وترد أنهارها، وتأكل من ثمارها، وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. ثم قال الله تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قلتم أحسن. قال الله تعالى: فرحين بما آتاهم الله من فضله، أي مستبشرين بما آتاهم الله من فضله. ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، أي ويستبشرون بمن يقدمون عليهم من الشهداء الذين يقتلون بعدهم. أي يستبشرون بمن؟ أي ويستبشرون بمن يقدمون عليهم. يقدمون. أحسن الله عليكم. أي ويستبشرون بمن يقدمون عليهم من الشهداء الذين يقتلون بعدهم. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أي لا خوف عليهم مما يستقبلون أمامهم، ولا هم يحزنون على ما خلفوا وراءهم. ويستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فهذا هو الفضل العظيم للشهداء. ثم قال الله تعالى: ثم قال الله تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. قلتم أحسن الله إليكم. يبين الله تعالى في هذه الآية استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم على ما أصابهم من الجراح والشدة، وذلك أن المشركين هموا بالرجوع إلى المسلمين بعد غزوة أحد للقضاء على من تبقى منهم، فانتدبهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج رغم ما بهم من الجراح والإثخان والشدة والتعب، وأمر ألا يخرج إلا من حضر غزوة أحد. فخرجوا حتى وصلوا إلى حمراء الأسد، فعلم المشركون أن فيهم قوة فخافوا ورجعوا، فأنزل الله هذه الآية ثناء عليهم وتنويها بشأنهم وفضلهم. بيّن الله تعالى في هذه الآية استجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم على ما أصابهم من الجراح والشدة، وذلك أن المشركين هموا بالرجوع إلى المسلمين بعد غزوة أحد للقضاء على من تبقى منهم، فانتدبهم النبي صلى الله عليه وسلم للخروج رغم ما بهم من الجراح والإثخان والشدة والتعب، وأمر ألا يخرج إلا من حضر غزوة أحد. فخرجوا حتى وصلوا إلى حمراء الأسد، فعلم المشركون أن فيهم قوة فخافوا ورجعوا، فأنزل الله هذه الآية ثناء عليهم وتنويها بشأنهم وفضلهم. ثم قال الله تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. الآية اللي قبل أحسن الله. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم.
قلتم أحسن الله إليكم في هذه الآيات الكريمات أحسن الله الثناء على المؤمنين ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم في توكلهم على الله واعتمادهم عليه. قال تعالى: الذين قال لهم الناس، وهذا عام يراد به الخاص، وهو الرسول الذي أرسلته قريش إلى المسلمين يخبرهم برجوعهم ليستأصلوا بقية المسلمين. إن الناس قد جمعوا لكم، وهذا عام يراد به الخاص أيضا، وهم قريش، أي أنهم قد أعدوا لكم وتهيأوا لقتالكم طلبا لاستئصالكم. فلما بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قالوه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، أي يكفينا الله تعالى. وقد كفاهم الله تعالى وقذف في قلوب كفار قريش الرعب فانصرفوا ولم يأتوا. ولهذا قال تعالى: فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، بسبب توكلهم على الله تعالى واعتمادهم عليه وتفويضهم الأمر إليه وفعلهم بالأسباب لم يمسسهم سوء مما توعدهم به عدوهم، والله ذو فضل عظيم. نعم، هذه الآيات فيها بيان فضل الشهادة، ولا تحسبن الذين فضل الشهادة وما حصل للصحابة رضي الله عنهم من الثواب العظيم والأجر الكبير بعد غزوة أحد. قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، يعني أحياء حياة برزخية، حياة ليست كحياة الدنيا ولكنها حياة برزخية يرزقون. فأرواح الشهداء كما في الحديث في حواصل طين الخضر تسرح في الجنة، ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، هذه أرواح الشهداء. وأما المؤمن غير الشهيد فروحه تتنعم، تأخذ شكل طائر كما في الحديث: نسمة مؤمن طائر يعلق في شجر الجنة يأكل من ثمارها ويرد أنهارها، طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجع الله إلى جسده. فأرواح الشهداء تتنعم أكمل من تنعم سائر المؤمنين، لأن الشهداء أرواحهم تنعم بواسطة حواصل طين الخضر، لأنهم لما تلفت أجسادهم بالله وتوفي الله عوض الله أرواحهم أجسادا تتنعم بواسطتها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر ترد نار الجنة وتكون من ثمارها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وأما المؤمن غير الشهيد فروحه تتنعم تأخذ شكل طائر، نسمة مؤمن طائر يعلق في الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثني يأكل من ثمار الجنة. ولهذا قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. والجسد والروح كل منهما يناله ما قدر الله له من النعيم، فالمؤمن فيحصل له نعيم لروحه وجسده، والجسد يبلى ويكون ترابا والروح باقية، إما في نعيم أو في عذاب. وكذلك ما يصيب من العذاب عذب الروح والجسد، والروح تبقى والجسد يبلى ثم يبعث الله يوم القيامة، والأرواح تبقى، روح المؤمن في الجنة على تفاوت، وروح الكفار تتعذب في النار، ثم يوم القيامة إذا أمر الله إسرافيل ينفخ في الصور عادت الأرواح إلى أجسادها، إذا تكاملت أجساد الناس وأنزل الله مطرا نبتت منه أجساد الناس وتكاملت خلقها، أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور فعادت الأرواح إلى أجسادها، فقام الناس من قبورهم ووقفوا بين يدي الله سبحانه وتعالى للحساب. ولهذا قال سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم، يعني يستبشرون بالذين
يقدمون عليهم من السهولة، ألا خوف عليهم ولا محزن، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. ثم بين الله سبحانه ما حصل للصحابة، وأن المشركين قالوا أرسلوا رسولا يقول لهم إنه سيرجعون إليهم ويقضون على البقية الباقية منهم. فقال الصحابة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يذهبوا، حتى ذهبوا إلى حمراء، وصلوا إلى حمراء الأسد، فعلم المشركون أن المسلم فيهم قوة، وقال أنه فيهم قوة، ولهذا قال سبحانه فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. نعم، في كلام عندك. قوله تعالى واتبعوا رضوان الله لم يفسر هنا. ثم نعم اشكال عليه المبطون والغريق يحصل له مثل حياته؟ نعم، شهيد لكن ليس كشهيد المعركة. الغريق والحريق والمبطون والمبطون والمرأة تموت بجمع، ذكر منهم من الشهداء. الشهداء ذكر من بعضهم سبعة وبعضهم خمسة، الحريق والغريق والمبطون وصاحب الهدم. يحصل لهم أجر الشهادة لكنها الشهادة تتفاوت، ليس كشهيد المعركة. شهيد المعركة لا يغسل ولا يصلى عليه، وما هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم ولهم أجر الشهادة. لهم نعم. أحسن الله إليكم. قال الطبري رحمه الله واتبعوا رضوان الله يعني بذلك أنهم أرضوا الله بفعلهم ذلك واتباعهم رسوله صلى الله عليه وسلم إلى ما دعاهم إليه من اتباع أثر العدو، والله ذو فضل عظيم. والحافظ ما تكلم عنه. السلام عليكم. ذكر الحافظ ابن كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، قال النعمة أنهم سلموا، والفضل أن عيرا مرت وكان في أيام الموسم فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم فربح فيها مالا فقسمه بين أصحابه. لكن ظهر ما تكلم عن قوله واتبعوا رضوان الله. قال البغوي رحمه الله واتبعوا رضوان الله في طاعة الله وطاعة رسوله، وذلك أنهم قالوا هل يكون هذا غزوا فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضي عنهم والله ذو فضل عظيم. أحسن الله إليكم. قال البغوي رحمه الله واتبعوا رضوان الله في طاعة الله وطاعة رسوله، وذلك أنهم قالوا هل يكون هذا غزوا فأعطاهم الله ثواب الغزو ورضي عنهم. بسم الله عليكم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقوله رضوان الله فيه قراءتان رضوان ورضوان بضم الراء وكسرها،
ومعنى اتبعوا رضوان الله أي اتبعوا ما يرضي الله عز وجل، وذلك بالاستجابة لله ورسوله، فإن الاستجابة لله ورسوله سبب رضا الله عز وجل. أسأل الله أن يجعلنا ممن يرضى الله عنهم. طيب، هذا إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله نكون إن شاء الله نكون إن شاء الله القراءة في الآيات وما تكلم عليه المفسرون. وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.